كان في قديم الزمان في مجاهل الغابة، كانت توجد قرية مخفية تعيش فيها مخلوقات صغيرة تطلق على نفسها اسم سنافر، وكانوا يحبون الخير. وكان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ الغريب، وكان شريرا. أوه أنا أكره السنافر، سأقضي عليكم، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، ساجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتم ربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا ربما لمحتم السنافر. مرحبا سنفور فلاح. اهلا شاطر. انهيت كل اعمالي، ما رايك لو نلعب بالكره؟ اسف، يجب ان امهد هذه الاعشاب وهي تفقدني عقلي. هاي مازح، تعالي معي نسبح. نسبح؟ يجب ان اقطع كل هذا الحطب، وصدقني ليست مزحه. سنفور اقول، ما رايك لو... اسف شاطر، انا مشغول جدا. ما بك يا شاطر؟ دعك مني، ليت السنافر يقدرون ان ينهوا اعمالهم بسرعه. اعرف، ساخترع طريقه. هيا يا شاطر، اسمع هذا الهتاف يا سنفورة. شاطر يحضر لنا مفاجاه. انا اكره المفاجات. انتبهوا يا سنافر، أمامكم هنا اختراع يريحكم من الأعمال الصعبة، السنفور الآلي. ما عليكم سوى ضغط السنفور الآلي على نوع العمل الذي تريدون وهو يعمل مكانكم. غير معقول، أقوى من 100 سنفور. هل أقدر أن أستعمله؟ لا، دوري قبلك. لا أنا. مهلا، أريد من بابا سنفور أن يتشرف ويدشن. أوه شكرا شاطر، أشعر بألم بسيط في ظهري، ربما تدليك بسيط. قليل إلى اليمين، قليل إلى اليسار. تماما. أشعر وكأنني سنفور جديد. التالي. حاول أن تخفف كمية السكر أيها السنفور الآلي، يجب أن أحافظ على رشاقتي. أوه سنفور آلي، مواهبك عديدة. أنا أكره المواهب، المواهب التي ليست عندي. ترى ما الذي يجعل هذا السنفور يعمل؟ لألقي نظرة. سنفور آلي، أين أنت؟ سنفور آلي. لما هذه الضجة؟ اشتركوا.
أفهم أين أخطأت. لا أعرف، لكن عليك أن تصحح الخطأ قبل أن يدمر القرية كلها. أخشى أن نضطر لاستعمال القوة لإيقافه. مسكين سنفور آلي، عندما أعطي الإشارة سنفروا عليه. سنفروا. خبط علي، خبط علي، خبط علي. آسف يا سنافر، الأمر يؤلمني أكثر منكم. أروع اختراع لي فشل، لكن ما هو السبب؟ ليس الذنب ذنبك يا شاطر، سنفرت ما بوسعك. الأمر رائعا يا سيدتي، لا أقدر أن أنتظر. غدا عيد ميلاد الأمير كركر 12 وسيصبح الحاكم رسميا. أنا مضطربة أكثر منك يا أسياد، من المؤسف أن يكون مرضه قد دام طويلا. أجل، لكنه سيحضر حفلة التتويج، أليس كذلك؟ سيدة أسياد، لا يسعنا سوى أن نأمل. أوه يا حسرة، قليل من الطعام الساخن لن يؤذيه، سوف... لا يستطيع بعض استقبال الزوار، سأعمل على أن يأكل كفاية. شكرا سيدتي، إن الأمير مسكين طال مرضه كثيرا. كل شيء يسير وفق المخطط، غدا سأصبح أنا جليل الحاكمة. خدو. طلبتني سيدتي. أعطي هذا للكلب. والآن خذ للحاكم هذا الحساء المقرف مثل العادة. حاضر سيدتي. عند منتصف الليل عندما ينام الجميع سننقل الحاكم إلى البرج القديم، وغدا سنعلن للجميع أنه مات بعد 3 سنوات من المرض. ثم كما ينص القانون سأصبح أنا الحاكمة. مساء الخير سيد الحقير. عندي لك خبر سار، عند منتصف الليل سننقلك إلى مكان يليق بحاكم صغير. حقا؟ أجل، مكان بدون هذه النوافذ الوسخة، في الحقيقة بدون نوافذ بتاتا. اضحك يا خدوم، لابد أن يأتي يومي. ستأتيك أيام عديدة تقضيها في البرج القديم. استمتع بوليمة تنصيبه. ماذا أفعل؟ ماذا فعلوا؟ وضعوا أفعى في حسائي. ما هذه اللغة الذكية؟ لا لا، أنا أعرف ما الذي جاء بك، ولكن ستبقى معي أنا والفئران. ماذا تحاول أن تقول؟ أليس ذكي؟
ذكيا فحسب، أنت عبقري. يجب أن نجد أحدا نثق به ونخبره الحقيقة عن جليلة. عزيزتي أسيات، كم أنا سعيد برؤيتك بعد هذه المدة. من أنت يا صغير؟ وكيف دخلت إلى القصر؟ أنا كركر الصغير، ألا تذكرين؟ طبعاً طبعاً، وهذه الثياب البالية هي أحدث الأزياء في القصر. لكن دعيني أشرح لك. اسمع يا صغير، خذ هذه الحلوى وانصرف. لا لا، لكن اذهب من هنا بسرعة قبل أن يراك الحراس، ثم إياك أن ترجع. لكن أوه لا فائدة، من يصدق أن فقيرا مثلي قد يكون ابن حاكم؟ ليتني ألتقي بأصدقاء. منتصف الليل، حان الوقت لنرافق الحاكم كركر إلى قصره الجديد. حسنا أيها الشقي الصغير، ماذا؟ لقد اختفى. سيدة أسياء، حلت بنا كارثة رهيبة. اختفى ابن أخي الحبيب. اختفى؟ أجل، لقد هرب. أقصد خرج يتنزه. الحمى أثرت على عقله. لا. ألم ترعي هذا الشقي؟ أو ابن أخي الحبيب. كلا يا سيدتي، الوحيد الذي رأيته طوال الليل فلاح مسكين كان يثرثر ويقول إنه ابن الحاكم. أوه. هذا هو. أوه المسكين، أحيانا يشتد به المرض فيعتقد أنه فلاح ويرتدي ثيابا بالية. كيف اتجه؟ رأيته يتجه نحو الغابة ومعه لعبة غريبة. لعبة؟ قلت لك أن تمنعني الألعاب. حسنا، الأفضل أن نبحث عن ابن أخي ونهتم به كما يجب. عندما نقبض على هذا الشقي سنلقي به في السجن لن يهرب منه، ثم نرمي بلعبته الصغيرة في النار. إنه الحاكم، اقتفى الكلب أثره. رائع، لنرجع هذا الغبي الصغير إلى سجنه. إنهم وراءنا، لن نتمكن من الهرب. يجب أن نواجههم مثل الرجال. لكن أين الرجال؟ تريد أن نجتاز النهر؟ أنت فقدت عقلك. أصمت يا صديقي، حاول أن لا تبلل أنفك. أخشى أن يكون الكلب فقد أثره سيدتي. إذن عليه أن يجده من جديد وراء النهر. لم أفهم بعد لماذا تعطل. يا سنفور الآل المسكين، لست سنفورا إن لم أعده إلى العمل من جديد. بابا سنفور، في قريتنا رجل. لا تخافوا، لا نقصد الأذية. من أنت وماذا تريد؟ لست كما أبدو، لكن أنا ابن حاكم، اسمي كركر. غدا سيتم تنصيبي، إلا أن عمتي الحسودة جليلة تريد السلطة لنفسها، ولكن بفضل السنفور الآلي تمكنت من الهرب من سجني في البرج القديم. وإن لم أضع حدا لأعمال عمتي سيزول نفوذي وأزول معه. أيها الحاكم، أنا والسنافر مستعدون لخدمتك بكل ما نملك. أجل، سنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا. أجل طبعا. مهلا يا سنافر، مهلا.
ما رأيك يا حاكم بحمام ساخن وبعض الملابس؟ شكرا، هل من لقمة صغيرة؟ هذا كلام معقول، لا أطيب من الأكل في الليل، اتبعني. أريد أن أقول فقط إن ما فعلته للحاكم مسنفر فعلا. أنا فخور بك كما لو كنت والدك. اطمئن يا سيدتي، ستبقى أنوار البيت مضيئة حتى عودة حاكمنا الصغير. رائع، هو الحريق سيكشف كل من يحاول المرور من هنا. والآن يجب أن أعود إلى القصر. عندما تقبضون على الشقيق تعرفون ما تفعلون. نعرف سيدتي نعرف. يا لها من ليلة، لكن نجحت. سنافر، أعتقد أن وصفة التوت هذه ستنقذ ابن الحاكم. لكنه لم يعد ابن حاكم. نقدم لكم حضرة الحاكم كركر. بفضلكم بدأت أشعر مثل الحاكم وأبدو مثل الحاكم أيضا. إذن حان الوقت لتعود إلى مقرك وتتسلم الحكم. هذه الوصفة ستمكنك من مواجهة أعدائك. ونحن ذاهبون معك. أنا أذهب معك. سنفور آلي، مهمتك هامة جدا وخطيرة جدا. عليك أن تسبقنا وتحول انتباه جليلة وأتباعها. مفعول الوصفة لا يدوم سوى ساعتين، فلنسنفر. الحاكم كركر، أمسكوا بها. عد إلى هنا أيها الكلب الأحمق. سيدي انظر أثر أقدام الحاكم وهو يسير في هذا الاتجاه ومعه جيش من اللعب الصغيرة. يجب أن نقبض عليه قبل أن يصل إلى القصر. إلى جياء. أيها الشعب الكريم، ببالغ الأسى أخبركم أن الحاكم الحبيب توفي ليلة البارحة بين يدي. قبل أن ينفذ أنفاسه الأخيرة أطلعني على أمنيته الأخيرة، وهي أن أصبح أنا جليلة الحاكمة الجديدة. بسرعة بسرعة، إنهم يقتربون. أنا أكره الاقتراب. ماذا حصل بابا سنفور؟ لم تمضي ساعتان بعد؟ كنت أخشى أن يحصل ذلك، لم يسبق أن جربت وصفاتي على إنسان. أهوى، قبضنا عليك أيها الحاكم الخبير. أهرب يا حاكم أهرب، نحن نهتم بهم. اقبضوا عليه يا رجال. Ha ha ha!
يا شعبي، أنا حي كما ترون. عمتي جليلة أسرتني كل هذه المدة لتسرق مني السلطة. دعوني أشرح لكم، إن مصلحتكم فوق كل المصالح، صدقوني. ماذا جرى؟ عاش الحاكم! عاش الحاكم! عاش الحاكم! أوه شكرا يا سنافر، الفضل لكم في كل شيء، شكرا. بالنيابة عن كل شعبي أقدم لكم هذا الوسام لذكائكم ولشجاعتكم. عاش السنافر! عاش السنافر! عاش السنافر! سآكل نخب ذلك. نحن فخورون، لكن لا أحد منا يستحق هذا الوسام سوى السنفور الآلي. هذه اللعبة الصغيرة صاحبة القلب الكبير هي البطل الحقيقي. والآن نتركك لتهتم بشؤون بلدك، ونحن السنافر سنهتم بقريتنا. الوداع يا سنافر، لن أنسى عطفكم. الوداع! 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 الوداع يا سنفور آلي، ولا تنسى أن تزيد مفاصلك.